بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هبتدي أول درس في دروس البلوج، هنبتدي نشتغل عليها، واللي هنبتدي نشتغل عليه النهاردة إن شاء الله هو الـ Administrator أو الـ Administration Panel، دي اللي هي الخاصة بالتحكم الكامل بالموقع. يعني هبتدي أعرض فيه كل حاجة أو هبتدي أتحكم في كل حاجة فيه، سواء من حذف أو عرض أو تعديل أو إضافة أو تقارير أو إعدادات whatever، أي حاجة هتبقى موجودة عندي في الأدمن بانل بتاعتي. طيب عندنا فايل إندكس اللي نفتحه أهو، خاص بال احنا قلنا الإندكس دوت بيبقى غالبا بنحط فيه الروت بتاعتنا كلها. تمام، انا ممكن اسيب بس ده كده، ده هخليها انا فاوند عادي، نقول هتشير هنا دي نقول not found. طبعا احنا قلنا انا بنحدد ايه الصفحة اللي هو هيعمل ريدايركت عليها في حالة ان هو دخل على صفحة غلط، اللي هي تبقى ال 404 اهي، وده يبقى الروت بتاعها. تمام، طيب الادمن بقى نفسه ايه الصفحات اللي موجودة في عندي فيه؟ ابقى في عندي مثلا حاجة لللوجن، حاجة للداشبورد، حاجة مثلا للحذف والتعديل وعرض وإضافة أعضاء أقسام مواضيع الكومنتات، كل دوت هنعمله. طيب أول حاجة عندنا اللوجن نفسه، أدمن أب روت أد أدمن سلاش لوجن. تمام، احنا هنخلي كل حاجة تبع الأدمن في نيم سبيس أو فولدر يعني اسمه الأدمن. تمام، سلاش لوجن. طيب ده اللينك اللي هو لما اجي ادخل في البراوزر سلاش ادمن سلاش لينك، يعني اللينك بتاعي في الموقع كده هيدخلني على الكنترولر اللي اسمه ادمن سلاش لينك. زي ما قلنا احنا ممكن نخليها باك سلاش او فورورد سلاش. طيب وطبعا مش محتاج احدد اللي هو اكتب له ات ميثود، لان احنا قلنا باي ديفولت هتبقى الميثود عندنا هي الاندكس. طيب الروت الثاني هو لما اجي اعمل سبميت في الفورم، هنجي نقول اد سبميت. تمام، ودي طبعا هيبقى الريكوست ميثود بتاعتنا بوست، اللي احنا قلنا الارجمنت الثالث هيبقى نوع ريكوست بتاعي، يعني بحيث ان هو محدش يكتب لي في اليو ار ال اللينك ده ويفتح معاه، لان المفروض اللينك ده ما يشتغلش الا مع الفورمز فقط. طيب دي او دي لينكات اللوجن. طيب في عندنا الداشبورد نفسها، اللي هي اول ما اجي افتح الموقع او اول ما افتح اول ما اجي افتح الادمن بانل ايه اللي هتفتح لي فيها؟ اقول له ادمن سلاش داش بورد، هيبقى في برضو عندي لينك الياس تاني ليها داش بورد. يعني لو كتبت اللينك ده او اللينك ده اي واحد فيهم هيفتح لي الايه؟ الداش بورد. طيب اللوج اوت عند فوق برضو انا هخليه لينك عادي، يعني لينك كومون، حتى ممكن اخليه تحت كده، لان هو اللي هيعمل لوج اوت في الادمن بانل اكنه عمل لوج اوت من الموقع كله من البلوج نفسه، فانا هخليه هنا ايه لوج اوت على طول اسم الكنترولر. تمام، طيب عندنا اللينكات الثانيه اليوزرز، ادمن مثلا يوزرز اب روت ادمن يوزرز. تمام، ده هيبقى الكنترولر بتاعي. مثلا هضيف العضو اد اعمل سبميت للاضافه، سبميت، ودي هتبقى ايه؟ بوست، عشان ده اللينك اللي انا هدخله في الفورم. تمام، برضه عشان ماشيين متفقين على حاجه، لما احدد ان اللينك عندي كده اليوزرز بس يبقى انا كده ايه هعرض كل الاعضاء اللي عندي. لما بلينك عندي يوزرز سلاش اد يبقى هعرض الفورم بتاع الاضافه، يوزرز سلاش سبميت يبقى لما اجي اعمل سبميت للفورم بتاعت الاضافه. لما اقول مثلا يوزرز اديت هعمل اديت بالاي دي. تمام، دي هتبقى ات اديت، ودي هتبقى عادي هتبقى الريكوست بتاع جيت مش بوست. وفي عندي سيف، سيف ات سيف، ودي هتبقى الريكوست بتاعها بوست. تمام، طيب اخر حاجه عندي هي الديليت. ديليت انا طبعا برضو بحذف الايه بالاي دي، بس دي هتبقى جيت مش بوست. تمام، ديليت
اللينكات دي اهي هاخدها كده كوبي بيست كده، ادي اغيرها بايه بوست، او ممكن حتى عشان ننجز كوبي احطها هنا، اجي اعمل ايه ريبليس لليوزرز، اخليها ايه بوست، او اخليها يوزر على طول بوست، ودي هخليها كيس سنسيتيف تمام، اول حرف هنا يبقى كابيتال. يعني كل يعني كل اللي بعمله ان انا بعمل ريبليس، لان هو نفس الفكره اللي هتحصل. يعني احنا زي ما قلنا قبل كده الادمن تقريبا كله شبه بعضه، بخلاف كل حاجه بيبقى ليها تفصيلات بس مختلفه عن التانية او بتميز عن التانية تمام. بس كده خلصنا الادمن البوست اهي تمام. طيب نخش على الكاتيجوريز مره، بوست كاتيجوري ريبليس بوست بي كابيتال وسي كابيتال ريبليس، والجمع بقى بالمرة. احنا هنا في غلطة عندي، ان انا المفروض ابتدي بالكاتيجوريز بعد كده اشتغل على الكاتيجوري. طيب بوست تبقى كاتيجوريز، انا بس بعمل كويك ريبليس مش اكتر تمام. وبي كابيتال احنا في عندنا حاجة غلط من المرة اللي فاتت، ان في هنا دي يوزرز انا مش شغال على يوزرز. طيب ريبليس لليوزرز تبقى كاتيجوريز تمام كده تمام كده. انا غيرت اللي كان بتاعت الكاتيجوريز اهي، وحطيت الايه بدل البوتس واليوزرز، دي عملناها كده انا بيست، هاخدها كده دي تاني برضو. في عندنا ايه تاني كده، اليوزرز والبوست والكاتيجوريز. في عندنا صفحة تانية للسيتنجز، نعملها كده احنا ادمن سيتنجز، يعني مثلا لو عايز احط بيانات الكونتاكت اس، لو عندي ارقام تليفون، ايميل رسمي، اللي هو الايميل اللي هيبعت فيه على حتى الكونتاكت، لو عايز احط حالة الموقع، هل هو بقى شغال يعني انيبود ولا مين اكتيف مش هفعله، لو مثلا في صيانة ولا حاجة بتحصل فيه، فده كله هحدده ايه في السيتنجز بتاعتي. ادمن روت اد ادمن سيتنجز تمام، ادمن سلاش سيتنجز سوري. في برضو عندي هنا ايه بوست، ده لما يجي يعمل ايه سيف سلاش سيف تمام. في عندي صفحات تانية زي الكونتاكت كده كوبي الكونتاكت اهي كوبي. هنا الكونتاكتس عندي ايه اللي هيحصل فيها، ان انا هعمل هيبقى في عندي كونتاكتس عارض كل الموجود عندي، وفي عندي اعمل ريبلاي لكونتاكت معين تمام. فانا هقول له عندي كونتاكت سلاش ريبلاي سلاش الاي دي بتاعه اللي هو اللي انا هرد عليه. فهنا ديت خليها كده دلوقتي، دي هتبقى كونتاكتس ات ريبلاي تمام. ممكن بعد كده بقى ايه لما اجي اعمل رد عليه اقول له سنت سند، ودي تبقى ايه بوست. طيب دي اللينكات بتاعت الايه ال نغيرها كده تبقى الكونتاكتس. طيب الكومنتس نفسها بقى اللي احنا عايزين نعرضها، في عندنا طريقتين. الطريقه الاولى ان انا اعرضهم كلهم زي نظام الكاتيجوريز والبوست والحاجات دي. الطريقه الثانيه ان انا اخليها تبقى متفرعه من البوست، يعني ايه يعني كل بوست في لوحة التحكم عندي هبتدي اعرض الكومنتس بتاعته، مش هعرضها في مكان تاني او عليها لينك تاني، لا هبقى في عندي في جدول البوست لينك قدام كل بوست للكومنتس بتاعته. فاحنا ممكن نيجي عند البوست هنا، اجي هنا كده بوست كده عندي هنا ايه، او حتى اخليها بالاي دي كده، في الاخر اقول هنا ايه كومنتس تمام. ودي هتبقى كومنت اللي هو ايه، ده هيبقى اللينك بتاعي، اكني مثلا كتبت اللينك كده ادمن سلاش بوتس سلاش 13 سلاش كومنت. هنا ايه اللي هيحصل في الكلاس دوت، هو طبعا هنا هيستخدم الميثود اللي اسمها اندكس، هنا public function index البوست اي دي. في الحاله دي هبتدي ايه اعرض كل المواضيع او كل الكومنتس المرتبطه بالايه بالبوست ده تمام. طيب ده الكومنتس عندي اهي،
لو عايز مثلا اعمل ايديت للكومنت فممكن ايه اجي اشيل دي كده على طول اخليها كومنتس، مش هحط موبايل. طيب كومنتس ايديت سلاش اي اللي هو ايه لما عاوز ان انا اعدل على الكومنتس معايا. تمام، نفس الفكره برضو هبقى في عندي سيف سيف ده هتبقى بوست، وفي عندي اخر حاجه الحذف عشان مش هبقى بوست. بقى جيت ديليت كوبي. طيب دي تقريبا اهم اللينكات اللي احنا هنحتاج نشتغل عليها دلوقتي. في برضو عندنا لينكات اليوزر جروبس احنا ما اتكلمناش عليها، ده المفروض اصلا نحط فيها البرميشنز الخاصة بكل جروب. تمام، يوزرز سلاش جروبس مجموعات الاعضاء كوبي بيست 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 بيست. تمام، يوزرز جروبس اهو دي كده كل اللينكات اللي احنا محتاجينها دلوقتي. قدام شوية لو في حاجة انا في برضو حاجة نسيتها صح، بس انا افتكرت في عندنا لينكات الاعلانات. ممكن ناخد لغاية فين في البوست، لغاية الديليت. تمام، بالمرة بقى طالما ان احنا ايه بنكمل لينكات الادز. دي كده تقريبا كل او معظم اللينكات اللي احنا هنحتاج نشتغل عليها في الادمن بتاعنا. على فكره اللينكات دي كل لينك هيفتح صفحه، فدي كل اللينكات دي هتبقى عندنا كل حاجه ليها صفحه. هما ممكن يبقوا كتار بس 90% منهم شبه بعض، يعني احنا عندنا اللينكات تبقى تقريبا كلها شبه بعض، يعني كل لينك والتاني مفيش فيه اختلاف في كتير. انا مش ضايف هنا خاصية ان اللينكي اللي اقدر اضيف كومنت من لوحة التحكم، لان مش ده اللوجيك بتاعها ان انا اضيف من لوحة التحكم. تمام، وممكن برضو الغيها من البوست، يعني هو اضيف بوست من لوحة التحكم ممكن اخليها من بره يعني، بس خليها برضو مش مشكلة زي ما هي كده. دي الادمن كومنتس بس كده الدنيا لوز اوي كده، مش محتاجين حاجة تاني ممكن تضاف دلوقتي. ان شاء الله الدرس الجاي نبتدي نشتغل بقى في التعامل بقى مع الاعضاء بقى بكل ما فيه بقى، باللوجن باللوج اوت باليوزر سيستم بتاعي بالحذف والتعديل والاضافه. ان شاء الله كل ده هنبتدي نظبطه من المره الجايه. والى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.